مستمعينا، عدنا لكم بحلقة جديدة لبرنامجكم بالعافية تري. اليوم بنكون معكم بحلقة جديدة وأكيد طبخة جديدة وكل شيء. بنكون معكم أنا سمح الذبحاني وزميلي، وأنا هكون معكم سعيد باكودح. أهلا سهلا سعيد، اليوم أكيد متوقعين منك حركات حلوة وطبخات حلوة. اليوم معانا ألوان حلوة كمان معانا اليوم خضار. يا سلام، تحب الخضار ولا لا؟ أكيد أحبه. طيب قولي لنا فوائد الخضار. طيب الخضار زي ما احنا نعرف انه المكون الرئيسي لحلقتنا لهذا اليوم، من المصادر الغنية للعديد من المغذيات المهمة للجسم وايضا لتقوية مناعته، فهي مصدر للالياف الغذائية وللعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين الف وفيتامين جيم وفيتامين ها وايضا البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد وايضا حمض الفوليك وغيرها من مضادات الاكسده والمركبات النباتيه المهمه لمناعه الجسم. ومو بس كذا كمان يا سماح ويا مشاهدينا، كمان تساعد في تقليل حدوث نسبه السمنه وتساعد في عمليه الهضم وطارده للسموم ومفيده لكافه الفئات العمريه. يا ترى هل عرفتم من هو رئيس حلقتنا لهذا اليوم؟ انها الخضروات. اكيد زي ما احنا شايفين اليوم كل طبقنا غني بالخضروات، واحلى ما فيه انه حاجه خفيفه مناسبه للناس صح. اللي عاملين دايت وكذا زي ما قالت لكم سماح والفوائد اللي ذكرتها الطويله ما شاء الله. طيب ندخل في المكونات. ندخل. طيب معايا هنا انا ذره، بازاليا، لبن زبادي، ليمون، كزبره مطحون، كزبره مطحونه، إيه كزبره أيوه. ناشفه، زيتون، ملح، كزبره مقطعه، بصل، فلفل رومي، وعندنا هنا بصل اخضر، وعندنا هنا شذر، وعندنا هنا فلفل اسود، وعندنا زيت الزيتون، جبنه يعني. ايوه. طيب انت من الخلاصه هذه كلها ايش اسم المكون؟ دقيقه نسينا حاجه الأكلة. مهمه دقيقه نسينا حاجه هي. مهمه خبز التوست. يا سلام، خلني اقول لك عشان كذا اقول لك هذا كل المكونات ايش بتطلع لنا نتيجه في النهايه، ايش اسم الطبق؟ حتطلع لك كذا ميكس عجيب. يا سلام، توست الخضار للفرن. يا سلام، حتشوف اليوم كذا ميكس عجيب والوان حلوه، طعم خيالي. يلا يلا نبدا. طيب نبدا نبدا نبدا, نبدأ. طيب يلا نبدا في الطريقه. اول شيء حتجيبوا صينيه او زبديه ايش ما كان عندكم من صحن. فعلا. ايش حنبدا اول شيء؟ اول شيء اجيب ملعقه. اول شيء قولي لي كيفك مع الذره؟ احبها موت. تحبيها؟ احبها موت مو بس احبها. طيب انا ححط الكميه كلها لانه الذره مع اللبن ترى يعطي ميكس عجيب. حتشوفي انت اليوم اللبن يعني زبادي. اللبن الزبادي. أوكي. ايوه. طيب طيب ايوه. وهاخذ بعدين البازاليا او البازيلا، ايش تسموه عندكم؟ بازاليا. بازاليا تمام. في ناس ما يحبوها، فحسب الرغبه اذا تحبوا تحطوها او تقللوا من كميتها. انا ححط الكميه عندي. تمام، كانت تشبه السلطه كذا. ايوه تشبه السلطه. بعدين حتدخل فيها لبن مع التوست. ما نبي نحرق الفيلم خلاص. استعجل عليها بسرعه. زيتون، تحب الزيتون الاسود ولا الاسود الأخضر؟ اكثر الاخضر. لا تمام كذا. ايش طيب. باقي معك؟ بعدين حنحط البصل. سلام، شايفه كيف؟ طبعا اكيد بتسالي بتقولي ليش ما حمست البصل او شيء. لا انا ابغاها تكون مقرمشه. طيب حنحط فلفل رومي، ما ححط كل الكميه عشان ححتاجه كمان من فوق. احلى ما فيك انك بتدخل الفلفل الرومي بكل شيء. انا كمان احب الفلفل الرومي. طيب شايفه كذا؟ ايش باقي عندنا؟ حناخذ البصل الاخضر. ايوه حط كذا. تحب البصل الاخضر ولا مش؟ لا مش كثير. اذا ححط قليل. تمام كذا عندي المكونات تمام. حبدا احركهم. شايفه الالوان؟ ممتازة. سلطه الخضار. شايفه الالوان؟ اللون الاصفر والاخضر والاسود. طيب كذا عندي تمام. طيب ليش ما تستخدمش البصل الابيض؟ البصل الابيض تقدري تستخدم البصل الابيض عادي. تقدري تنوع على حسب الرغبه، لانه نشوف نكهته اخف البصل الابيض. ايوه حط. شايفه حط كذا برضو حسب الرغبه. انا دي الكميه عندي تقريبا ممتازه. شايفه نبدا نحرك. الله انا ودي اكل من دحين. طيب كمان تقدروا تضيفوا المايونيز. هم بيضيفوا المايونيز. ايوه بس انا قلت ليش ما ضفتش؟ انا قلت انه اباها تكون صحيه اكثر، انه خلاص بما انها خضروات خلينا وكل الفوائد اللي ذكرناها. ايوه نقول يحرقها المايونيز على طول. يحرقها على طول. طيب شايفه كيف؟
شايفه كيف صار شكلها. لو مثلا بحط مايونيز ايش من نكهه احلى فيه بتكون؟ تحط المايونيز الساده العادي الصافي. ايوه الصافي ايوه، لانه هي فيها نكهات فما ينفع تحطي مايونيز يكون بنكهات، لا تحط الصافي. شايفه كذا انا باكي تذوقي كذا سكي كنا عارف ايش اشتي سوي. ها خذي زي كذا، خذي أيوة اهم شيء تاخذي الذره. ايوه هي ميكس عجيب صح ولا لا؟ قلت لك انا طيب هذا، وانا ما حطيت لا ملح ولا كزبره ناشفه ولا فلفل اسود. طيب شايفه كذا يعني لسه بتحط عليه؟ ايوه. طيب حنيجي دحين حناخذ ملعقه ثانيه، اليوم نحن نبغى نخلص الملاعق. لسه في باقي مليان. طيب حنحط ربع ملعقه ملح. ايوه للطريقه. وحنحط كمان ربع ملعقه كزبره ناشفه. ليش حطيت كزبره ناشفه؟ عشان كمان تعطينا طعم، تعطينا كذا حبوب في الشكل. والفلفل الاسود تقريبا اول ربع. ما بدأنا ندخل في البهارات وكذا خلاص تغيرت الطبخه الان. ايوه كذا خرجنا عن كلمه سلطه. ايوه شايفه كيف الطريقه هذه؟ نقلب. شايفه كيف صار شكله؟ دحين باكي تذوقي بعد ما حطينا. بيكون نفس الطعم الاول؟ لا بيكون ثاني. بيكون ثاني عشان طيب كذا باكي جاي. شايفين كيف صراحه شكله يشهي المشاهدين. اي حاجه انت تسويها مشهيه. الله يسعدك. يلا مركز انا دائما تاخذ ايش؟ الزيتون. واضح من زمان ما اكلتي زيتون. برضه حلو بس نكهه ثانيه. نكهه ثانيه اختلفت. أيوه. النكهه ايوه. وكمان لما تغير عن السلطه كمان لما حنحطه في التوست وحندخله الفرن حيطلع نكهه ثانيه. شايفه كيف زيت الزيتون؟ ايوه زيت الزيتون ححطه في النهايه كذا في الوجه. في الاخير. ايوه لانه هو حيشرب وحينزل تحت. انت لانه لو انا حطيته في المكونات وحطيته لا حينزل تحت، حلاقي زيت الزيتون تحت. ايوه فهمتي. طيب كذا عندنا صار جاهز. طب انت ذقتي انا ليش ما ذوق؟ حلو جدا ممتاز. يعجبني انه يمدح نفسه. انت اكلتي حلو ولا لا؟ طيب حتضارب انا. طيب ناخذ هذا نحطه كذا حنيجي هنا البس انا القفازات اللي عندي. طيب. تحب التوست؟ جدا بس الابيض لا. الابيض لا، تحب الاسمر او البر؟ حلو. طيب حنسوي بهذه الطريقه عشان ما نخربش الاكله، مش كانت دايت. حنسوي كذا يعني تغطيها كامله ولا بس كامل؟ لا كامل اغطيها كامل، حتى الفراغات اللي عندي احاول اني اقطع وصل صغيره وارص فيها. شايفه بالطريقه هذه انه احاول اني ما اسيب فراغات عندي. طيب لو حمسنا التوست؟ لو حمسنا التوست برضه بيطلع تمام، بينفع عادي. في ناس كمان بتحط عليها زبده ما بتحمس، بس بتحط عليها زبده وبتحط المكونات دي فوقها عشان يطلع مقرمش شوي. يطلع مقرمش. طيب بس بما انه عندنا لبن زبادي فالقرمشه ما بتصلح معه يعني. ايوه فهمت عليه. طيب كذا تمام، ناخذ ملعقه ثانيه. خلصنا الملاعق. وحنحط الطريقة هذه. زود زود. ايوه حزود بس احاول اني اوزع عشان نعرف الكمية كيف معنا. هاي يعني تسكبها كامل مرة واحدة؟ كامل. بعدين حقفل عليها. شايفة بالطريقة دي؟ انا على بالي على قطعة قطعة وهي بتكون كاملة. لا لا كاملة. لا كامل. فهمت عليك. كأنها صينية توست فهمتي؟ الطريقة هذه. شايفه اغطيها كامله. الزيتون ليش بتسوي كله؟ ها الزيتون هحتاجه بعدين فوق. ايوه للتزيين يعني لانه لسه انا عندي. عندي طبق انا لسه فوق. اوكي شفتي كيف؟ يا سلام صراحه شكل حلو. ايوه اهم شيء الاطراف لانه الاطراف دائما تكون مظلومه ما يوصل له. ايوه
كذا تمام، نتأكد إنه ما عندنا شيء. آخر شيء. شايفة؟ كذا عندي صار تمام. أحط هذا بعيد. أحاول أوزع، أشوف المناطق اللي ما فيها، أحاول أوزع فيها بالطريقة دي. خلاص كذا صار عندي إيش؟ جاهز. نقدر نضيف خضروات جديدة؟ تقدري على حسب الرغبة. أوكي. تقدر تحطي إيش ما تحتاجي. وتسوي الآن طبقة ثانية. طبقة ثانية بهذه الطريقة. شايفة؟ نقفل عليها. كيف؟ سلام. كيف؟ يا سلام. أنا جعت من دحين. طيب نسوي كذا. الطريقة هذه. خلاص. كذا صغيرة. باقي قطعة صغيرة. خلاص عندي تقفلت تمام. طيب انا باقي لسه عندي لبن صح؟ هجيب اللبن اللي باقي عندي. ايش هحط عليه؟ برضو فلفل اسود، ملح، ربع ملعقه ربع ملعقه زيتون، اخذ ملعقه ثانيه. هل انت بتسوي للوش؟ للوجه. ايوه. ما هحط كزبره ناشفه هذه المره تمام. شايفه يعني نزلت الزيتون. ايوه دحين تقولي لي ما حطيتها كلها عشان انت بتحبيها، دحين حطيتها كلها. شايفه بالطريقه دي؟ ايوه. اذا صار عندي تمام، وححط شويه بصل، شويه بس عشان يعطيني قرمشه وقت الاكل. الفلفل الرومي ححطه كله مو شويه، كله بما انه عادي انت عندك. طيب خلاص بس. وليمون، خلاص احط ليمون عصره. حطينا ليمون. شايفه بالطريقه دي؟ ونخلط نسوي ماكس. ايوه. يقول للمشاهدين ايش حطينا؟ حطينا ربع ملعقه فلفل اسود، وحطينا ربع ملعقه ليمون، وحطينا عندنا بصل، وحطينا فلفل رومي، وحطينا زيتون، وحطينا عصره ليمون نصف. البازاليا ما بتحتاجهاش؟ البازاليا لا خلاص. خلاص بس يكفي في الحشوه خلاص، لانه البازاليا تحسيها هي الوحيده الشاذه بينهم، فما ينفع يكون مكثر منها. يعني ايوه. طيب كذا صار عندي تمام. شايفه بالطريقه هذه؟ شايفه؟ ناخذ حتى هذه لو ذقتيها طعم غير عن اللي قبل. استني. استني. طيب يلا. عشان اكون شاهدة. ايوه. عليك امام الجمهور. فعلا ثانية. ايوه. طيب بعدين حنيجي نسوي كذا. مركز علي اني اخذت الزيتون. لا انا ركزت بس خلاص سكت عارفك. شايفه بالطريقه هذه؟ ايوه. شايفه كيف؟ طبعا انت تحب الفلفل الرومي. خلاص انا حكتر لك فلفل رومي. ها ايوه. فين يعطي نكهة كذا لذيذة في الموضوع. نكهة لذيذة، وكمان لما يدخل الفرن يطلع تشويحة. أيوة يطلع حاجة ما حصلتش. شايف كيف؟ اسكبها كلها؟ لا كذا شوي بس لنغطيها. خلاص كذا تمام. شايفة كذا تمام؟ تقريبا نحن استخدمنا 3 زبادي لبن صغير. كذا شايفة؟ نوزعه تمام عشان الشكل. لا خلاص كذا عندي صار تمام. هبعد هذا شوية. هاخذ ايش؟ زيتون. الآن جاء دوره. ايوه الآن جاء دوره. حسوي كذا. سلام. بالطريقة هذه بس. طبعا الزيتون كمان صحي. زيت الزيتون. زيت الزيتون. ايوه الطريقة هذه. شوف كيف؟ الشكل ودك تاكليه من دحين، ما يدخل الفرن، ما يحتاج يدخل الفرن. طيب. والبصل عفوا الكزبره سيبها كذا. سلام. اخر شيء شايفين الجمال ده؟ حرام تاكل الجمال ده. طيب خلاص كذا صار جاهز، ندخل الفرن. احط كمان شويه. كم بياخذ منك وقت في الفرن؟ حياخذ مش كثير، يعني من 7 دقائق ل10 دقائق. لانه اصلا كل شيء عندك جاهز. هاي يعني شويه بس. ايوه ايوه. شايفه كيف؟ سلام.
زود واضح تحبي جبنة الشذر. طيب زود ها كذا بس عشان ما يغطي على اللي تحت. ايوه ما يغطي على شكله كده. على لونه وعلى شكله. بعدين نزيد. شايفين مشاهدينا كذا وصلنا للشكل النهائي. حندخلها للفرن لمدة 7 دقائق إلى 10 دقائق وحتكون جاهزة للتقديم. طيب ندخلها الفرن؟ يلا أولع الفرن هنا. طيب إيش رأيك نطلع لفاصل عبال ما أنا أحطها في الفرن وأولع الفرن ويطلع الفاصل. أوكي. إذن أعزائي المشاهدين زي ما أنتم شايفين خلصنا الآن من الوجبة الرئيسية لهذا اليوم. لحظات وندخلها الفرن ولحظات أيضا ونرجع لكم. ورجعنا لكم حبايبنا من بعد الفاصل. زي ما شفتوا معنا حضرنا الوجبة الرئيسية لهذا اليوم اللي كانت عبارة عن توست بالخضروات وحطيناها بالفرن. الآن معنا الطبق الجانبي اللي بيكلمنا عنه أكثر الشيف سعيد. طيب اليوم يا سماح ومشاهدينا عندنا طبق جانبي اللي هو عصير الميلك شيك أوريو. طبعا أكيد شفت الأوريو، نعشق الأوريو أو لا؟ إلا الأوريو حلو. تحب الأوريو حلو. طيب اليوم عندنا مشروب جدا سهل ولذيذ. طب نبدأ فيه؟ نبدأ. يلا تعالي انت هنا عشان أكون قريب من الخلاط. ندخل في المكونات. أحتاج إلى حليب، أوريو، سكر، ثلج. بس الحليب معك ساخن ولا داخل؟ لا عادي. حتى لو بارد تمام، لأنه أنت أصلا بتسوي مشروب بارد. أوكي. طيب وش ناخذ الخلاط طريقة ذي. كيف حتعرفوا مقدار الحليب؟ الكاسة اللي بتقدموها، الكاسة اللي بتقدم بيها هي حليب. بتكون المقدار. حتحطي نص كمية الكاسة بالطريقة هذه. ليش الكمية النص؟ لأنه حتحطي أوريو وثلج وبيكبر. أيوه بيكبر كذا. حط ثاني. حط اثنين لي. أيوه حق كاستين. طيب تمام كذا صار عندي. تمام حجيب ملعقة. خلصت الملاعق سماح. طيب حنحط سكر لكل كاسة. لكل كاسة مشروب سويناه حنحط ملعقتين سكر، يعني حنحط 4 ملاعق. واحد سوينا كاستين. 2 3 4 كذا تمام. ولكل كاسة حنحط 4 قطع أوريو. نحن حطينا كاستين يعني حنحط 8 قطع. 1 2 3 4 5 6 7 8. تاكلي واحدة؟ شكرا. طيب بعدين كمان في مكون ما ذكرنا اسمه. ليش؟ لأنه في الفريزر. اللي هو ايس كريم الفانيليا. كيفك مع الايس كريم؟ فاجأتك بالايس كريم صح ولا لا؟ طيب فين مخبي له من أول؟ عشان ما ياكلوا علينا مصورين. طيب شايفة؟ قديش ايس كريم جاهز يعني؟ أيوه ايس كريم جاهز. تاخذ أي ايس كريم عندك جاهز. شايفة كيف؟ مثلج مرة ذا. هذا هو الطبق. هذا من كثرة الخباز. خبيته علينا شوفوا. طيب نحط كم بتحتاج؟ احط كوب. كوب ايوه نصف كوب لكل كاسة. في قطع حلويات فيه. قطع فواكه او حلويات؟ لا ما في قطع فواكه، هذا كذا حق انه ثلج. على بالي على الناس الجوع. الجوع على الجوع. لا اجيبي لك ملعقة وكل ايس كريم. طيب نحط قد ما كثرتي ايس كريم قد ما طلع عندك الطعم احلى احلى واحلى. شايفه كيف؟ واضح انه الثلاجه حقتنا مره كويسه. بتنفع ايام البرد. ايام الحلويات. طيب كذا تمام. خلاص هذه الكميه تمام. شايفه كذا؟ الكميه عندنا تمام. حناخذ الثلج. طبعا حنحط كوب لكل كاسه. نحن عندنا كاسه صغيره حنحط نصف كوب لكل كاسه. ما ادري انا قاعد احط في الخلاط ولا قاعد احط في الطاوله. طيب احلى ما فيه بسعيد انه يقدر يوازن الكوب، حتى لو ما قادرش بالكوب يقدر يوازنهم يضبطهم. ايوه كذا تمام. شايفه شكله؟ وعلى الخلاط. حنحطه على الخلاط. طيب نبدأ. بسم الله.
نشوف كيف سماكتها. شايفة لسه حبيبات. أيوة. أنا حط كمان ثلج. كبة تعالجها. يعني أبغاها تكون أيوة زي السلاش، زي العصير المثلج. بحط الكميات هذه كلها. تمام. أنا كان ودي أحط سكريم أكثر، بس السكريم عندنا معاند. يطلع. شايفه كيف؟ صار سميك ثخين شوي. ايوه خلص. طيب. وحيصير جاهز للتقديم. طيب خلينا نطلع فاصل على بال ما تجهز اللي بالفرن وتجهز المشروب الجانبي. نروح مشاهدينا الكرام الى فاصل وبعد نرجع لكم. رجعنا لكم من جديد من بعد الفاصل بالفقرة الختامية اللي فيها بنقدم كل اللي طبخناه وكل اللي سويناه وأكيد بنذوقه. جاهز ومتحمس اليوم؟ جداً جداً. ليش اليوم شايف حماسك؟ عشان الريحة حلوة، وثاني شيء عشان الأكلة أحبها كثير. تحبيها كثير؟ أحب. طيب. الأكلات اللي تبع الدايت. شوف كيف صار شكلها. يلا نطلعها من الفرن نشوف كيف مشاهدينا كيف صار شكلها. نقول بس بالفرن كم حطيت بالأول؟ حطيتها تقريبا من 10 دقائق إلى 12 دقيقة من تحت. أيوة. من فوق؟ من فوق 5 دقائق. 5 دقائق. شوفي كيف؟ الله. إيش الأكلات الحلوة دي؟ شايفة كيف؟ الحالة شكل يشهي بدون ما ذوقه. بدون ما ذوقه. طيب هنيجي نشله ونحط قطع هنا للتزيين. أوكي. طيب. قل بأمانة تطبخ كذا في البيت؟ ايوه تطبخ يعني واصل. ايوه مش واصل يعني الاكلات اللي تشتهيها. ايوه ومش كل يوم يعني مره في الاسبوع مره في اسبوعين اوقات مره في الشهر. الطبخات الحلوه دي الجديده يعني انت دائما بتقول ان الوالده بتعلمك فيها صح، لكن الطبخات الجديده من بيعلمك فيها او تقرا اكثر؟ الطبخات الجديده بتفرج في التلفزيون برامج طبخ برضو في مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف طبخات بس جديدة. بس انت بتشوف حاجات انا ما بشوفهاش يعني رغم اني متابعه برامج الطبخ وكذا بس ما اشوفش الحاجات اللي يشوفها. ايوه كلها ابتكارات جديده واكلات جديده. صح. وكمان مشهيه وحلوه. لا وخفيفة كمان. ايوه اوقات انا لما بطبخ بشوف طبخه اقول طب ليش ما يحط هذا المكون مع ده، ليش ما سواها بهذه الطريقه؟ يعني اقوم انا اسويها. ايوه حلو. طيب شايفه كيف؟ شوف بسم الله. شوفوا 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 المنظر. لا رايحة عليك دي. لا لا مش حنخلي حاجة تروح. ايوه ايوه بسم الله. نحط واحدة كده هنا الطريقة دي. يا سلام. هاخذ الجهة الثانية. شايفين؟ عجل الجهة الثانية. الله سكوت تام. منسجمين مع الأكلة. طيب. كمان حاجة حلوة كذا لو أخذناها سناك معنا في العمل. أيوة. أو في المدارس أو حتى في رحلة. الأطفال بيحبوا الشغلات هذه جدا حلوة ومفيدة لهم كذا. شايفة كيف؟ يا سلام. الطريقة دي بس هذه بنخليها للمصورين، إيش رأيك؟ نخليها لكم كامل. خلاص يكفينا ذي المرة. طيب هناخذ الكمية كذا. تمام. طيب كذا هذا حيتقدم. تمام. باقي ايش عندنا؟ الميلك شيك. حنقدم الميلك شيك. انا اخترت هذه الاكواب لانه بيطلع فيها شكلها تمام. طب اجي انا دي الجهه. طيب تعال. ايوه حركت شويه الاوريو لانه اتجمد عندي. طيب هاخذ الصوص الابيض. الصوص الابيض عباره عن ايش؟ شوكولاته بيضه. شوكولاته بيضه. ايوه. أوكي. بس مسوي لها سيلان ولا ايش؟ لا هي تيجي دايبه. هي تيجي دايبه للتزيين، هذه بيستخدموها. تيجي خاصه للتزيين. عنده حركات انا مش داريه فيها. شايفه بالطريقه هذه. طيب عشان نعمل الوان هنحط شوكولاته السوداء كمان. طريقه كمان للتزيين هذه. للتزيين. اوكي ايش الحركات الحلوه دي؟ شايفه كيف؟ بالطريقة هذه. خلاص
صار عندنا الكوب بهذا الشكل، شايفين؟ طيب بعد ما زيناهم هنيجي نحط الأوريو. يلا قول بسم الله. سلام. بالطريقة هذه. مشروبة الباردة لعبتها. لا. هنزيد هنا عشان ما تقول سماح حطيت لها أكثر. طيب. متساويين. متساويين. شايفة؟ لما حطيت الميلك شيك صارت الرسمة عندي واضحة أكثر. هنحط للتزيين. تزيين أوريو بالطريقة دي. سلام. شايفة كيف؟ حط كذا. خلاص. إيش الحركة الحلوة دي؟ شايفة كيف؟ رهيب. طيب وكذا صارت السفرة عندنا جاهزة. خلاص الآن نذوق. أيوة الحين. وصلنا للذوقان. طيب شايفة كيف؟ ودك. الآن أذوق. ودك تأخذ الصورة قبل لا تأكل. يلا أخذ الصورة. طيب خلاص هذا خليه كذا على جنب. مش باين. تعالي كذا. يلا ذوقي. خذي لك الملعقة. كل انت معايا. يلا. بناكل عليكم. بناكل عليكم. اي طفشيهم. طيب صراحة أنا متحمس آكل بالذات هو ساخن كذا. حيكون طعمه. الله. القرمشة القرمشة. بسم الله. المصور اللي هنا راح امتى حرام حقيقي والله منسجم معانا مخرجنا معليش رهيب انا شايف سماح ما وقفت لسه قاعده تاكل ما شاء الله انا منتظراها من اول انتظرونا قليل بس ناكل كيف شفتيها قولي حلوه صراحه كلي. انا باكل حلوة. بعدين لا صراحة رهيب. انا هاخذ اللقمه الثانيه رهيب جدا تسلم الايادي صراحه تضيع شفتي طعم الذره كيف وانت تاكليها جربتي تاكلي الذره اكلت ايوه وكمان طعم جبنه الشدر لها طعم خاص كمان الزيتون لما تشوف الزيتون والذره واللبن الزبادي لما تحطيهم مع بعض بيطلع شيء عامل مكس خيالي. حلو حتى البصل جربتي لقمه اخذتي فيها كان فيها بصل ايوه طعتي كذا كمان قرمشه كذا لطيفه أيوة حتى الرطوبة هذه مش موجودة إلا في الوسط والأطراف كلها قرمشة قرمشة يا سلام لا وجدا جدا جميلة بقيتة باقي معنا دور الميلك شيك الميلك شيك بالأوريو بالأوريو طيب فين المزازات سماحني شلتيها مني هيدا خبتيها واحدة بواحدة يلا يلا نذوقها ونشوف كيف بسم الله الله. سلام كأنه ايس كريم ما هو فيه ايس كريم صح؟ فيه ايس كريم عشان كذا جدا لذيذ رهيب ايش باقول بعد هذا الاكل؟ ايش الاكلات هذه الحلوه؟ انا سعيده بهذا البرنامج صراحه حصل مين كذا يدلعك يا سماح حصل مين كذا يدلعك شكرا شكرا يا سعيد بالخضار عقبال ما ادلعك بكره واطبخ لك طيب نشوف ان شاء الله زي ما شفتم اعزائي المشاهدين كذا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه زي ما شفتوا سوينا توست بالخضار والمشروب ميلك شيك أوريو حلو إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا سماح الدبحاني وزميلي سعيد باكودح نلقاكم في حلقة جديدة وبنفس الموعد انتظرونا وباي باي